claim of Islam and all religions is that their texts are a source of a perfect kind of morality. Now, I'm still going to start at 65, 065:4. If you are in doubt concerning all of your wives who have ceased menstruating, know that their waiting period shall be 3 months. The same shall apply to those who have not yet menstruated. As we know, the marriage of children in Islam is permitted, and the Prophet Muhammad himself took a wife at the age of 6, and the marriage was consummated at the age of 9, as we are informed. This is our law. It's nothing to do with age. Now listen to the principles, if we're principled. Number one, is she physically fit? Number two, is she emotionally ready? Number three, is she mentally ready? Number four, is it socially acceptable? Number five, all of these different kind of principles that we apply. And it happened that there's an outlier from the statistics that a 9-year-old was physically fit, was mentally ready, was even given away by her own father and her tribe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا صح أنني هربت من أهلي، صح أني ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش بذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحل مشكلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير. بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عبّاغي. يعني إيش البراءة هذه؟
هذه ما إيش براءة. صح إنني أنا هربت من عند عمي. عمي ما كانش موجود. فأني اتصلت لعبد الجبار جيباني. وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت أنا إياها للحديدة. وعمي لما عرف بالموضوع أجاني. وكمان أمي تشتد بلغت علينا الشرطة. أنا عمري 11 سنة وتشتد تزوجني. يعني ما فيش حياة، ما فيش تعليم، ما فيش قوة، ما فيش بين قلبهم رحمة. إيش هذه التربية معاهم؟ الموت أرحمني، إنني أموت ولا أبقى. أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم. يقتلوني، يهددوني، يغلوني إذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني إيش هذا؟ إيش تهديد؟ يهددوا الأطفال، يرضيكم زي أنا كذا ها يزوجوني؟ يرضيكم؟ وكمان أنا عادي، القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم ولا أعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا. يعني ما باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنة، فعلت سنة مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد والحدايد ويسكر وبينه مرض وبينه كل شيء. يعني يرضيكم انه يعني تزوج؟ يرضيكم؟ يا أم اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي كلها، دمرتوها.